والله يا غيداء انتي شغلي غزالي. لك طبعا من قلبي عم بحكي هالحكي. ذكرتيني اول ما تجوزت مرتي، كنت اقول لها يا عصفورتي، تقلي ناديني غزالتي، قلت لها المهم حيواني. بس تعرفي انا ندمان على شغله وحده بس، انك ما كنتي الي وما كنت اليك. بس مو الحق عليكي، الحق على المرحوم اللي ما جوزني اياكي. لا المرحوم ابوكي بقصد، مو اللي دافنينه سوا انا وياكي. ايه هداك شفت حمار، شو بده يجوزني اياكي؟ ايه ما تاكلي هم. لا لا بس لحتى اخلص من اللي عندي، ما حلوه خجلان قدام اهلها شلون بيطلقها مره تانية. شلون جننا؟ شلون؟ ايه حلوه هي. ايه قلتك بتجن؟ ايه كملي كملي. ارمي شو زينتك يا ابانا. والله جبتيها يا غيداء، هي اللي عندي اذا جنت راحت على مشفى المجانين، وهيك بصير بحق اللي يتركها. ايه مو معقول عيش مع مجانين، خليه يفضالي الجو. معناتها لبلش من اليوم مثل ما قالت غيداء، رح اعمل لها حركات غريبة خليني جننها. بس شو بدي اعمل؟ مالي غير نقزها هي وفايدي. وامشي لبحارك بين الأبحار. يو استعنى عشاء بالله. لك منين اجيتي انتي؟ شباب ليش نقزت؟ كنت عند زينة وطلبت من البرندة واجيت لعندك برضه من البرندة.